بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا قبل كده في فيديو سابق عن أنسب حاجة إنك تعمل سيرة غرض الإيجابي اللي كاست عندك في المؤسسة بتاعتك أو الشركة بتاعتك. وقلنا قبل كده برضو إن في الوسيلة اللي هي اللي موجودة اللي هي المدفوعة اللي هي اللي على كلاودز، اللي هي موجودة بمبلغ شهري بسيط 10 دولار أو 25 دولار. وفي الحل اللي انا بفضله، الحل اللي هو فعلا ينفع لبزنس صغير او متوسط، يكون الاي ار بي نيكست بتاعك موجود على في بي اس سيرفر بالمواصفات اللي انت شايفها على الشاشه دي. ما تقلش عن كده. المشكله ان الكلاود معظمها بتبقى صغيره قوي، وتبقى فيها مشاكل مع تشغيل اكتر من يوزر، فمحدش بيفضلها في التشغيل الفعلي. والنسخه البرودكشن بتاعت الاي ار بي نيكست ممكن ما تشتغلش عليها كويس لشركه متوسطه او شركه صغيره زي ما قلنا. في نهايه الفيديو حواليك كده مثال لكلاود، وهنشوف اللود اللي عليه، وهنشوف قد ايه هو مستهلك من استهلك قد ايه من الميموري، واستهلك قد ايه من الهارد ديسك بتاعه، عشان تعرف. كل ده كان عليه يوزر واحد بس، هو اللي كان شغال، هو اللي بنستلته لسه فاتحين الاي ار بي نيكست، لسه بنشوفه على نسخه كلاود. الحل اللي في ناس مصره انها تعمله وعملته ولا زال، ان هو يبقى اون بريمس، يعني هو يجيب باك انا بي سي كويس او سيرفر يعني، ويبتدي يعمل عليه نسخه الاي ار بي نيكست ويخليها عنده في الشركه، ويخلي الناس كلها تكونكت عليه. والفيديو اللي فات قلنا المساوئ بتاعت ده، فمش هنكررها تاني. الحاجه برضو اللي عايزك تعرفها كويس قوي بالنسبه للفي بي اس سيرفر، من حيث المانجمنت في اسلوبين للمانجمنت، في حاجه اسمها ان مانجد وفي حاجه اسمها مانجد. المانجد والان مانجد بيحدد سعر الفي بي اس. لو هو البروفايدر بيعمل لك مانجمنت للفي بي اس بتاعك فبياخد منك فلوس كتير يعني. لو انت اللي هتعمل مانجمنت، انت اللي هتدور الموضوع، فانت كده عندك فرصه كويسه ان انت واخد سيرفيس عاليه، وان انت دافع فلوس قليله، بس محتاج بقى الديبارتمنت بتاعك بتاع الانفورميشن تكنولوجي اللي في الشركه هو اللي يمانج الفي بي اس، او تجيب حد اوت سورسنج هو اللي يمانج الفي بي اس. في الحالتين هتاخد حاجه يعني خدمه كويسه، ومش هتدفع مبالغ كبيره، وفوق ده كله انت اللي ماسك الموضوع، مش 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 حد تاني. من زي الحلول بتاعت الكلاود، انت بتبقاش شايف اي حاجه غير السيرفيس بس، بتفتحها كده كده بتفتح الميل بتاعك، ما انتش شايف المكنه اللي هي السيرفر يعني، ولا عارف ملفاتك فين. ولو حبيت تعمل اي اكشن على الاي ار بي نيكست لازم عن طريق السي بانل بتاعت الكلاود، ودي حاجه مش مستحبه في البيزنس، لازم كل حاجه تبقى تحت ايدك انت. هشوف دلوقتي على الشاشه اللي انا قلته من شويه، ان سيرفر معمول اون كلاود، طبعا بيبقى مانجد في حدود اقل من 10 دولار. هتشوف كده، هتبان دلوقتي، هتشوفها كده زي ما هتشوفها، الرام قد ايه والستوريج قد ايه. بص كده معايا وانت هتحكم بنفسك، وهتعرف انهي انسب ليك وللشركه بتاعتك. السلام عليكم. زي ما هتشوف دلوقتي كده، هتلاقي دول 2 كلاود سيرفر، واحد محدود شويه، وواحد زي ما قلنا يعني هو الحد الادنى اللي هيشتغل معاك كويس، اللي هو الرامات بتاعته اعلى والكولز اكتر. وهتلاقي مقارنه بين الاثنين، هتشوف اللود اللي على السيرفر ده واللود اللي على السيرفر ده. ده معمول على حاجه اسمها، بص كده كويس بتركيز لحد الاخر عشان تعرف الفرق بين البلان اللي هي اقل من 10 دولار اللي هي 2 جيجا رام ومحدوده، والبلانز اللي هي الحد الادنى اللي احنا قلنا يا دوبك يقدر يشغلك. زي ما انت شايف كده، واحدة فوق وواحدة على الشمال تحت. بص لحد الاخر كده، وان شاء الله اشوفكم على خير الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.